شكرا، تحية للرفاق في المكتب المركزي، تحية للرفاق ديالنا في اللجنة ديال وزارة النجوم، تحية لكل المنظمات اللي كتهتم بالمهاجرين، تحية للصحافة. المهم على أية حال غير اللي حنايا بالنسبة لنا في تاوريت متبعين هذا الملف ومتبعينه منذ سنوات، ولكن اللي كيتلاحظ أن 2012 كانت سنة سوداء بالنسبة للمهاجرين من جنوب الصحراء. من قبل 2012 كانت الأوضاع عادية جدا، إلا من بعض الفترات كنا نسجلوا أنها كتكون اعتقالات وكيتم ترحيل ولا حوادث معينة كسقوط شخص مهاجر من القطار ولا هكا بحال النوع هذا. وكان كذلك كان هناك تعايش بين السكان ديال المدينه ديال تاوريت وهاد المهاجرين هادو، لدرجه ان هاد الناس ديال تاوريت كانوا يكريو وكان يؤويو هاد المهاجرين هادو. ولا انا كنلاحظ مثلا في الى حدود 2006 ان كان هناك واحد التدخل ديال السلطات لمنع هاد الناس اللي كيكريو هاد المحلات للمهاجرين. خصنا نعرفوا بالضبط ان علاش كانوا ياكلوا هاد الناس هادو، لان تاوريت الا كتعرفوا انها معروفه مثلا بالتمثال ديال الحراقه، يعني انه اللي باغي يحرق الخارج خصو يجي لتاوريت، اما عبر مليليا ولا عبر سبته. وان هاد المهاجرين الافارقه انهم حتى هما بدورهم كانوا يجيو بحال المغاربه على اساس انهم باش يحرقوا. المهم على اي حال غادي نتحدث خاصه غادي نتحدث على 2012، سيرتو من بعد شهر جوج كان هناك تدخل عنيف جدا في حق المهاجرين الافارقه من جنوب الصحراء، بحيث اننا سجلنا مجموعه ديال التدخلات وخاصه في اواخر ديال شهر جوج 2012، حيث ان ما كاينش ان السلطات بدات تتعامل بواحد الشكل الى نشوفوا زعما تمييزي عنصري واحد الدرجه زعما ما يقبلهاش العقل، في الوقيته انهم كيختاروا واحد الوقيته ديال الليل باش تكون ما تكونش الساكنه باش كتكون ناعسه، وانهم كيهجموا عليهم وكيباغتوهم وكتم اعتقالات. والاخطر من ذلك ان من بعد الاعتقالات كيتم الترحيل بدون انجاز محاضر وبدون محاكمه، وكيتم الترحيل ديالهم مباشره للحدود الجزائريه. وفي الحدود الجزائريه عاوتاني كاين حوايج اخرى، لان مؤخرا كما شفتوا في التقرير ديالنا مؤخرا اخر مره مثلا في الاسبوع الماضي كانت عمليه زعما قتل أربعة الأفارقة نيجيريين من طرف الدرك الجزائري. هذه بالنسبة لمسألة حرق الأمتعة وحرق الممتلكات، بما فيها أن حرق حتى الوثائق اللي كتبت الهوية ديال هاد الأشخاص هاد. يعني هاد الشيء واحد الحوجات بواحد الشكل هكا كاين راه في تاوريرت وقعت بواحد الشكل هكا اللي فظيع. وأننا كما قلنا ودي بالتتبع ديالنا اليومي والميداني، حنا كنتصلوا يوميا بهاد الأشخاص هادو في المواقع ديالهم الحالي، لأنه يعني بعد ما إلا شفتوا ربما أننا كنا نشرنا في الويب، المهم كنا نشرنا مجموعة ديال لي فيديو دي تيفوالياج، ودرنا مجموعة ديال الصور حول الأماكن اللي كانوا فيها نهار الأول هاد المهاجرين كيقتلوه في المكان ديال المتلاشيات ديال المحطة ديال القطار ديال تاوريرت. هذيك البلاصة حرقوها لهم نهائيا، حاليا راهم موجودين في واحد الغابة إلى جانب النهر. دابا المشكل الأخطر حاليا وهو الحصار اللي كيتمارس على هاد الناس هادو، حيث انه قالوا للحوالت مولين الدكاكين انكم تبيع لهم لا خوز ما تبيع لهم حتى شي حاجه. ثانيا ان هاد الناس ما بقاش مسموح لهم باش يدخلوا حتى للمدينه. ثالثا اذا دخلوا للمدينه ما بقاش مسموح لهم باش يتصلوا للعائلات ديالهم، ما عندهمش الحق باش يدخلوا للسيبر، ما عندهم الحق باش يديروا حتى شي حاجه. وحاليا ان هما كيتصلوا لنا دائما انهم كيوجهوا نداءات للمجتمع الدولي لانقاذهم. الدرجه الاولى ان مجموعه ديالهم كتقول لك اودي دابا حنا عيينا من هاد الوضعيه اللي حنا كنعيشوا فيها، اننا الترحيل ديالنا كيكون ترحيل مثلا اسبوعي، ترحيل يومي الحدود ومن بعد كنرجع لنا، حنا باغيين نرجعوا للديار ديالنا، خصنا حل. هذا غير المهم هذا ربما غير تقرير موجز على الاوضاع الحاليه اللي كيعيشوها مثلا المهاجرين الافارقه بمدينه تاوريرت مدينه تاوريرت، وكذلك الاوضاع اللي كيعيشوا في وقت الترحيل ديالهم. ولا رجعتوا للتقرير كاين واحد التقرير كرونولوجي يومي ان في النهار الفلاني كاين هادي، في النهار الفلاني كاين هادي، ولكن اللي كناكد عليه ان حاليا ان الخطوره وهو الحرمان حق الحياه. هاد الناس هادو ولا يموتوا، تصوروا انهم كيقطعوا 12000 كيلومتر
باش يوصلوا للمغرب. الا كانوا 100 كيوصلوا 30 ولا 40 لانهم كيموتوا في الطريق. هذوك 40 ولا اللي 30 اللي كيوصلوا للمغرب انهم كذلك كيموتوا في المغرب، باش لا اما كيموتوا في الحدود من طرف الدرك الجزائري، ولا كيموتوا كذلك في المغرب من طرف ديك الحادثه اللي وقعت مثلا هنا في حي التقدم ديال داك الغيلي اللي تم اللي تم الاغتيال ديالو. وشكرا. شكرا. جوست ان ريزومي، ميم سي فوز افي ديجا لي دوني كرونولوجيك دو نو زامي دو تاويف، مي كان ميم الى effectivement après 2012, c'est une... en 2012 l'année était une année noire de la situation des migrants dans notre pays. Et avant 2012, on avait au niveau de la présence des citoyens, des migrants à la région de Taourit, une coexistence avec les populations sans problème, malgré que les autorités depuis 2006 ont commencé à faire disons intervenir au niveau des locataires pour leur interdire de louer aux migrants. Et cette année a été marquée par des interventions violentes. Les autorités ont commencé de plus en plus à se comporter de manière xénophobe. Les interventions se font dans les nuits, c'est-à-dire au cours des soirs. Des expulsions sont faites sans procès verbal. Les autorités interviennent pour les brûlures de leurs biens et leurs documents. Bien sûr, il y a tout un encerclement des migrants qui les a, disons, obligés d'aller de plus en plus loin dans les forêts. Leur appel aujourd'hui, c'est qu'ils appellent à leur droit à la vie, beaucoup plus, parce que de plus en plus, on remarque, on soulève des cas de mort et de décès, que ce soit du côté des frontières par, disons, les gardes frontières, ou bien des gens, par exemple, l'état de xénophobie ou de racisme qui a été... qui ont fait l'objet de viols, disons de décès suite suite à une agression dans la région du Tarkidon. على تطبيق القانون في حق هاد الناس هادو، الا حالتين الاسبوع الماضي هي اللي تقدمت لعند الوكيل الملك بعد ما انك نزل المحضر الغريب انهم تقدموا وتم الترحيل ديالهم مباشره، يعني بدون محاكمه ولو انه فعلا تحدد تاريخ المحاكمه. انه مثلا واحد السنغالي كيتسمى محمد زياد، انه تم الاعتقال ديالو الاسبوع الماضي مباشره بعد خروج ديالو من مقر ديال الجمعيه، بلي كان دار تصريح مع المجلس الوطني ديال حقوق الانسان انه تعتقل يوم الثلاثاء، ونهار الاربعاء تقدم المحاكمه، وفي نفس الوقت نهار الاربعاء انه ترحل وعاد عاوتاني نهار الجمعه اللي فات عاوتاني راه موجود في التوالي. ان بداو في هذه المساله ديال كيلعبوا معنا صراحه، وغادي نقدموه من عند الوكيل الملك. وكيل الملك دابا المشكل، حنا كنطالبوا المحاكمه العادله لهاد الناس هادو بهذا الشكل هذا، انك اعتقلتو دير له محضر، قدمو عند الوكيل، تقدم محاكمه. هذيك الساعه قاد الدين، قاد السيد يدافع على راسو او يدا له محامي باش يدافع على راسو. وشكرا. دونك جوست على جو دو نوتر ابي سي كو depuis cette période on a connu que deux cas de personnes qui sont passées en justice, qui sont passées devant le juge avant. Et le pire des pires, c'est que ces gens-là, même s'ils sont passés devant le procureur, ils ont été refoulés. Il a donné le cas d'un des amis qui a témoigné au cours de la présence du Conseil national des droits de l'homme et qui, le lendemain, était passé devant la justice. Mais la date de son passage devant le tribunal a été fixée. Malgré tout ça, il a été refoulé. Donc voilà. Merci. Merci à Saïd. Je donne la parole à Mikram Kamara.